ضيفنا عمل رمضاني مسلسل الحرب العائلية الأولى. طبعا يعني نحن دائما في أذهاننا الحرب العالمية الأولى، لكن أحمد العرشي أخرج وألف الحرب العائلية الأولى. إذا هذه الحرب شو تختلف عن الحرب العالمية الأولى؟ أول شيء بعيدة عن السياسة، هي حرب اجتماعية طبعا تصير داخل البيت بين 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 نفس العائلة، اللي هي تتفرع من ثلاث عوائل أيضا داخل البيت. أيوة. فالقصة هي أصلا من فكرة الأستاذ أحمد الجسمي. أيوة. كلمني قبل سنة وقال لي أنه عنده فكرة عن سيتكوم تكون داخل بيت وتكون بين عوائل وهذا، فمع بعض احنا اشتركنا في التأليف وأنا كتبت الحلقات مع بإشرافة طبعا وأخرجت العمل. فالحمد إذن لله. مضمون العمل إن شاء الله. لا ما حاب تصرح عنه. إن شاء الله بنشوف. يعني أستاذ أحمد الجسمي من المنتجين اللي حبوا يجاسفون. أيوة. حبوا يتحدون الكل، ودخلني أنا بعد، دخلني في الموضوع، دخلني في العمل. هذا بعد إيمانه بقدراتي، والحمد لله بالعكس، وإن شاء الله أبيض وجهه في إن العمل. إن شاء الله، إن شاء الله أتمنى لك التوفيق في هذا العمل. ومثل ما تابعتم مشاهدينا في هذا يعني العرض البرومو البرامج في مؤسسة الشارقة الإعلام، الحديث أكثر معنا عبر الهاتف الأستاذ سالم الغيثي مدير برامج تلفزيون الشارقة أو تلفزيون الشارقة الأولى. حياك الله ويانا أستاذ سالم. الله يحييك أختي عاشة، وأنا سعيد بمشاركتي معكم في برنامجكم حديث المساء. نعم أستاذ سالم، في هاي السنة تم تحضير أعمال متنوعة ستعرض بعد أيام على شاشة قناة الشارقة الأولى، ما هي أبرز البرامج التي سوف تعرض من باقة البرامج الرمضانية وما المميز فيها؟ طبعا أولا دعيني أن أهنئ القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة بحلول شهر رمضان المبارك. طبعا نحن في قناة الشارقة أو تلفزيون الشارقة لدينا مجموعة من الأعمال، سواء الكرتون أو الأعمال الدرامية أو البرامج المحلية، سواء كانت المنتجة في مؤسسة الشارقة للإعلام أو بالمشاركة في الإنتاج. فطبعا لدينا من الكرتون أو الثري دي مثل ما يطلق عليه، الكرتون الذي هو طبعا ما زال طبعا مطلوب، وطبعا يتحدث عن خلنا نقول الرسول اللهم صل وسلم عليه. طبعا نبدأ مثلا نحن عندنا بحبيب الله ككرتون، أضيف إلى ذلك علماء المسلمون. طبعا هذا العلماء الذين طبعا أثروا العلم من خلال طبعا من خلال ما جادت به أنفسهم من خلال الدراسة والبحث طبعا، فتم تسليط الضوء عليهم من خلال الكرتون، وتم اختيار طبعا بعناية. طبعا احنا لدينا لجنة تقوم باختيار هذه الأعمال، سواء كانت أعمال الكرتون أو الأعمال الدرامية أو كذلك حتى البرامج المختارة. نعم. بعد ذلك طبعا عندنا مسلسل نحن قضاة عظماء. طبعا قضاة عظماء هذيلا طبعا مسلسل سوف يسلط الضوء على مجموعة من القضاة، وما كان يعني طبعا من أشهر القضايا التي حكموا فيها. كذلك لدينا طبعا برنامج اللي هو طبعا ما يخلو من كل بيت، كما ذكرتي سابقا في 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 حديثك عن الطبخ. طبعا لدينا برنامج بهارات من تقديم الشيف سمية عبيد، وطبعا سوف يقدم مجموعة من الوجبات المحلية والوجبات كذلك. أستاذ سالم لا تنسى مدفع الإفطار، يعني من البرامج اللي دائما قبل وقت الإفطار كل حد ترياها. طبعا طبعا هذا بلا شك مدفع الإفطار له طبعا مشاهدة كبيرة، سواء كانت من دولة الإمارات أو من خارج الدولة. أضيف إلى ذلك اختي عاشة نحن لدينا مجموعة من البرامج كذلك التي تقوم في تواصل مباشر مع المشاهدين كبرنامج فتاوى. أيوة. أو كذلك لدينا مسابقة قرآنية اللي المسابقة القرآنية هذه طبعا سوف تكون متواصلة مع كل من يتابع تلفزيون الشارقة، وهي الختمة الرمضانية. نعم. سوف نقوم بختمة رمضان إن شاء الله عبر برنامج سوف يبث طبعا في الساعة الثالثة ظهرا. أضيف إلى ذلك طبعا لدينا كذلك برنامج النيشان، البرنامج التراثي طبعا معروف،
واللي تقدمه الزميل عاش الأنصاري والزميل أحمد ماجد. طبعا برنامج تراثي سوف ياخذنا طبعا ويجوب في تراث دولة الإمارات لمدة ساعة ونصف يوميا طوال شهر رمضان المبارك. أضيف إلى ذلك طبعا المسلسلات، ولدينا برنامج مميز أيضا في الشارقة، وأعتقد أنا لو بتكلم يعني بقول كل برامجنا مميزة إن شاء الله. أعتقد ما شاء الله أبو جمال بأن هذه وجبة دسمة لمشاهدين مؤسسة شارقة الإعلام وعبر قنواتها المتميزة. أكيد أكيد أختي عائشة، نحن طبعا الوجبة هذه الدسمة طبعا ما جت من فراغ، أكيد طبعا بعد عقد اجتماعات ولجان والاختيار هذه البرامج والمسلسلات. طبعا أضيف إلى ذلك أختي عائشة طبعا مجموعة من البرامج اللي هي طبعا خلنا نقول ما بنقول نحن برامج ثقافية تعريفية بالدين الإسلامي، تعريفية تثقيفية بالدين الإسلامي، مثل برنامج بالقرآن اهتديت طبعا في جزءه الثاني. نعم. يحكي قصص الأخوة الغربيين الذين طبعا اعتنقوا الدين الإسلامي وكيفية تمسكهم بالدين الإسلامي، يعني يعرض جوانب من الحياة. أضيف إلى ذلك لدينا برنامج مميز نحن في رحاب صورة من تقديم الأستاذ محمد خلف، سوف يجوب كذلك في آيات القرآن ومعانيها مع الدكتور محمد صافي المستغانمي. كذلك لدينا برنامج تم إنتاجه بالتعاون مع جمعية الشارجة الخيرية بتقديم طبعا الإعلام المميز الأستاذ حسن يعقوب. سوف يقوم هذا البرنامج بجولة في القارة الأفريقية، يعرض مشاريع الخير التي تجود بها أنفس المحسنين طبعا بطريقه دراميه. جميل. بطريقه جميل. معالجه دراميه طبعا. وبرنامج برنامج هو بيكون له اتمنى التوفيق لهذه الدوره البرامجيه لشهر رمضان الفضيل، هذه الدوره المتميزه اللي اعتقد من العناوين اللي قلت لي اياها، يعني ان شاء الله الجميع يسعد بهذه البرامج الرائعه والهادفه. كل ان شاء الله نحن نتمنى مشاهده طبعا طيبه لجميع المشاهدين والاستفاده طبعا من البرامج هذه. كل الشكر لك استاذ سالم الغيثي على هذه المداخله الطيبه وتعريفنا ببرامج مؤسسه شارقة الاعلام. شكرا لك. شكرا لك استاذ عش. شكرا لك. مثل ما تابعت استاذ احمد، يعني دوره برامج رمضانيه دائما، يعني اغلب القنوات التلفزيونيه والمؤسسات الاعلاميه تعملها قبل هذا الشهر الفضيل. الان نعود ل الكتابة والنقد. إذا تتوقع النقد الإماراتي والكاتب الإماراتي أين سوف يصل؟ إحنا يعني الكتابة أو السينما نعم. صار لها 10 سنوات تقريبا، 15 سنة للحين، خلينا نمشي شوي شوي. الحين إحنا وصلنا لمرحلة جميلة، هالسنة عندنا 3 أفلام إماراتية إلى الآن نزلوا السينما، اللي هي ضحية أبو ظبي، سائر الجنة، وقطر الدم، وقريبا بينزل فيلم المختارون، بعد فيلم إماراتي من إنتاج إيمجينيشن. هذه 4 أفلام في السنة، بداية رائعة، كنا قبل نتريى فيلم كل 4 سنين. أيوة. الحين صار عندنا 4 أفلام في السنة. ما شاء الله لا قد صار يعني. هذا شيء جيد جدا، هذا شيء ممتاز. الكل لازم يستفيد من التجربة. نعم. يستفيد من أخطائهم. يكملون. جميل. وياخذون الاخطاء ويصححونها ويسوون فيلم افضل. نتمنى لهم التوفيق في مجال صناعه السينما. دائما ما شاء الله يعني نرى هناك يعني نور من الشباب في والظهور في هذا المجال، لان مجال صناعه السينما مجال كبير جدا يحتاج الى كوادر محترفه مثل ما تفضلت. اذا مثل ما تكلمنا قبل لا ندخل في المكالمه عن الحرب العائليه الاولى. نعم. يقولون الحرب العائليه الثانيه سناب شات، يعني فيها ايوه يعني احنا صورنا 3 أجزاء. ايوه. فالجزء الاول بيعرض في رمضان، وان شاء الله يعني خلال الاشهر المقبله بيعرض الجزء الثاني والثالث. السناب شات طبعا موجود، لان هذا بعد الحين خلص احنا عايشين في زمن السناب شات. ان شاء الله. الاستاذ والكاتب والمخرج احمد العرشي لك كل الشكر والتقدير، لانك يعني تواجدت معنا في برنامج حديث المستوفي اخر حلقه من هذه الدوره البرامجيه الجديده. لك كل الشكر. شكرا، ما قصرتوا على هالاستضافه، وان شاء الله نكون عند حصانكم في رمضان ان شاء الله. مشكور على هذا التواجد.